في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، حصلت الإدارة العامة لجامعة المنصورة على الشهادة الدولية ISO 9001 لسنة 2015، حيث استقبل أستاذ دكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ممثل شركة ISO QAR المعتمدة دوليا من المملكة المتحدة UKAS، والذي قام بالمراجعة الخارجية لجميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة. يأتي حصول جامعة المنصورة على شهادة الايزو في إطار سعي الجامعة للريادة والتميز العلمي محليا ودوليا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، ومنها مواصفات الايزو للنظام الإداري، حيث تم مراجعة آلية العمل بحوالي 29 إدارة مختلفة داخل الجامعة. انا سعيد ان انا بدات ان انا اقدم لكم السيرتيفيكيشن ان شاء الله، فكونجراتوليشن ليكم مبروك على السيرتيفيكيشن ده. في جروب دايما بتبقوا كل سنه افضل من السنه اللي قبليها، وفي النهايه ليكم بشكركم على البرفورمانس بتاعكم، وان شاء الله النجاح نجاح ان شاء الله. شكرا لكم. انا دايما بقول ان جامعه المنصوره الناس اللي فيها كلهم بيلتزموا بالبدايه، سواء كان الطاقم التجاري او اعضاء التدريس او الهيئه المعاونه او العمال. كل شكر لحضراتكم، كل واحد في اسمي وفي مكاني، وبلغوا طبعا الشكر للاستاذه يعني بقيه المعاملين في الوزاره. اللي احنا عايزينه ان يبقى الاداء بتاع جامعه المنصوره جديد زي ما قلت لحضرتك، باسم الجامعه وباسم مصر. وعندنا مهمه اكبر هي اعتماد الجامعه، عندنا خطه كفايه، وانا متاكد ان احنا احسن كل ما يمكن تدور جنبي، هنبقى احسن باذن الله، واحسن الجامعه هتبقى على بيتي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في المكان اللي شكرا ليكم. شهادة الايزو شهادة استحقاق وتتويج لجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل.